الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول، سلام الله عليكم. بناء على طلبكم بمشيئة الله النهاردة هنبدأ نحل أسئلة اللي هي المقال. أول سؤال مع بعض: الشكلان المقابلان يوضحان نوعين من الطرز الكروموسومي 1 و2 في حشرة الدروسوفيلا، ما أوجه الشبه والاختلاف بين 1 و2؟ نبص كده على 1 و2، يا ترى في تشابه بينهم ولا لا، ولا في اختلاف؟ احنا عاوزين حاجتين، عاوزين شبه وعاوزين اختلاف. هنبص كده بمنتهى البساطة. اول حاجة نشوف الكروموسومات اللي هي عندنا في صورة ازواج، يعني كل 2 مع بعض ولا كل واحد لوحده. زي ما احنا شايفين 2 مع بعض اهو، وهنا نفس الكلام. طالما كل 2 مع بعضهم كده، بقى معنى كده اللي قدامي ديت عبارة عن خلايا جسدية. يبقى اللي قدامي هنا في رقم 1 ورقم 2 عبارة عن ايه؟ خلايا جسدية. طبعا ده تشابه، تمام. يبقى هنا لما يطلب مني اوجه الشبه اقول دي خلايا جسدية ودي خلايا ايه؟ جسدية. عرفنا منين؟ علشان كل 2 مع بعض، كل 2 كروموسوم مع ايه؟ مع بعضهم زي ما احنا شايفين. طيب ده وجه الشبه. طب عاوزين نجيب وجه الاختلاف. احنا اتفقنا ديت خلايا جسدية وديت خلايا جسدية، عرفنا منين زي ما احنا قلنا؟ قلنا كل 2 مع بعض. طيب نبص كده على الكروموسوم اللي هو الجنسي. زي ما احنا شايفين الكروموسوم ده كبير ده صغير، ده كبير ده كبير. معنى كده الاتنين اللي شكل بعض ديت دي بتمثل لي مين؟ أنثى. يبقى رقم 2 ده عبارة عن ايه؟ أنثى. طب رقم 1 ده عبارة عن ذكر. عرفنا منين تاني؟ ده بالنسبة لنا كده بيمثل اللي هو الكروموسوم الجنسي بالنسبة لمين؟ لحشرة الدروسوفيلا. في واحد كبير واحد صغير، واحد كبير واحد صغير، انما هنا الاتنين قد بعض، فده بالنسبه لنا كروموسوم متماثل شكل بعضه، تمام. انما هنا كروموسوم مختلف، واحد كبير واحد صغير، يعني واحد اكس واحد ايه؟ واحد واي، تمام. يبقى عندي هنا اللي هو اوجه الاختلاف. احنا قلنا الاختلاف هنا ديت اللي هي خلايا جسديه تمثل مين؟ قلنا اللي هي ذكر حشره الدروسوفيلا، انما ده خليه جسديه تمثل مين؟ أنثى حشرة مين؟ اللي هي دروسوفيلا، تمام؟ قلنا هنا من وجه الاختلاف بردك عندي هنا الكروموسومات الجنسية مالها متشابهة ولا غير؟ غير متشابهة، إنما هنا الكروموسومات الجنسية مالها متماثلة أو إيه؟ أو متشابهة. هنيجي للسؤال اللي بعد كده. بيقول لي نحصل دائما على طرزين كروموسوميين متماثلين عند حدوث الانقسام الميوزي لخلايا المناسل للإنسان، ما مدى صحة هذه العبارة مع التفسير؟ بالبلدي كده يعني بيقول لي لما يحصل انقسام مين؟ ميوزي لخلايا المناسل للإنسان هنحصل على طرز كروموسومي متماثل دايما. هل الكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده غلط. طب ليه؟ احنا عارفين الإنسان اللي هي الخلايا بتاعته بالنسبة لي اللي هي الأنثى، بالنسبة للأنثى عندنا الأنثى ده العلامة بتاعت الأنثى وده اللي هو الذكر، تمام. طيب عندنا الأنثى اللي هي الكروموسومات بتاعتها كلهم 46، عبارة عن 44 زائد إكس إكس. الرقم الأولاني ده بيمثل اللي هي الكروموسومات الجسدية، كروموسومات جسدية. والرقم التاني ده بيمثل اللي هي الكروموسومات اللي هي الجنسية. الجسدية عددها كام؟ 22 زوج زي ما احنا خدنا في الطرز الكروموسومي اللي هم 44 يعني، تمام. الكروموسومات الجنسية بيمثلها مين؟ بيمثلها الزوج رقم 23 اللي هم كام؟ اللي هم 2 اللي هو اكس اكس بالنسبة للأنثى، يبقى ديت أنثى. طب نيجي للذكر. الذكر عندنا عبارة عن 44 زائد اكس واي. 44 زائد مين؟ زائد اكس واي. بردك اول رقم اللي عندنا ده بيمثل مين؟ كروموسومات اللي هي جسديه. الرقم التاني ده بيمثل مين؟ كروموسومات مين؟ جنسيه. الجسديه كام؟ 22 زوج اللي هم كام؟ 44. الجنسيه كام؟ اللي هي زوج واحد فقط اللي هو رقم 23. جميل قوي. دلوقتي لما يحصل انقسام ميوزي، انقسام ميوزي هنا بسميه انقسام اختزالي، يعني العدد هينزل للنص. طب ده لما يحصل انقسام اختزالي هيديني كام؟ هيديني 22 زائد اكس، دي البويضة، والتانية هيكون زيها 22 زائد اكس.
يعني معنى كده هيكون مال هنا متماثلة، ده في مين؟ ده في الأنثى، يبقى عندي في الأنثى متماثلة. طب نيجي للذكر كده، الاحتمال الأولاني إن هيديني هنا نص العدد ده اللي هو كام؟ 22، هناخد واحد من ده زائد إكس، أو 22 زائد واي. طيب ده بالنسبة لنا حيوان منوي، ده حيوان منوي بالنسبة للرجل. طب نسأل نفسنا سؤال، هل ده شكل ده؟ طبعا لا، ده 22 زائد مين؟ زائد اكس، ده 22 زائد مين؟ زائد واي. يبقى هنا متماثل ولا غير؟ غير متماثل، في الأنثى متماثل، تمام؟ لأن هيديني اللي هو الاحتمال الثاني 22 زائد مين؟ زائد اكس، ده شكل ده، تمام؟ دي بويضة. يبقى عندي هنا بالنسبة للأنثى هيديني 22 زائد مين؟ زائد اكس، أو 22 زائد إكس، في الحالتين متماثلين شكل بعض، هنا إكس وهنا إكس، هنا 22 هنا 22، إنما هنا نيجي للذكر 22 زائد 22 صح، بس طبعًا هنا إكس وهنا إيه؟ وهنا واي، يعني غير متماثل. يبقى عندي هنا السؤال زي ما إحنا اتفقنا، عرفنا إن هو غلط ليه وفسرنا الكلام ده. هنيجي لرقم 3، هنيجي لرقم 3. بالنسبة لرقم 2 طبعا هنقوله كم تصحيح الكلام ده، هنقوله العبارة طبعا ايه لو احنا عاوزين نكتب الإجابة، يعني هنقوله طبعا العبارة غلط، تمام؟ وهنقوله هنا لما بيحصل انقسام زي ما احنا قلنا، لما بيحصل انقسام اختزالي لخلايا، طبعا دي بسماها المناسل، المناسل يعني هناخدها قدام بالتفصيل، لخلايا مين؟ المناسل، بيطلع طبعا اللي هي دي بسماها الأمشاج، طبعا هنا أمشاج مؤنثة بالنسبة للأنثى بيكون متماثلة، بالنسبة للذكر اللي هي الأمشاج المذكرة بيكون اللي هي إيه؟ غير متماثلة. نيجي بعد كده للسؤال اللي بعد كده، هنيجي للسؤال رقم 3، بيقول لي الشكل الذي أمامك يتنافى مع أحد أسس النظرية الكروموسومية، حدد هذا الأساس ثم حدد ما بالشكل من خطأ وصوبه، يعني هنا الرسمة فيها غلط، إيه هو اللي غلط عندنا؟ طب نبص كده، دي عبارة عن خلايا، الخلايا دي فيها كام كروموسوم؟ 2 4 6 8، حصل هنا انقسام، طبعا هنا بيدينا نص اللي هي كروموسومات، طب هنا كام؟ 2 4 5، وهنا 3، يبقى إذا هنا في خطأ. إيه الخطأ هنا؟ المفروض اللي قدام ده عبارة عن انقسام مين؟ انقسام اللي هو ميوزي اختزالي، يعني هيديني نص العدد، يبقى الخلية دي المفروض يكون فيها كام؟ المفروض فيها 4، يبقى الأولانية دي المفروض فيها كام؟ فيها 4 كروموسوم، أدي 1 أدي 2 أدي 3 أدي إيه؟ أدي 4، والتانية زيها بردك المفروض يكون فيها كام؟ يكون فيها 4 إيه؟ 4 كروموسوم. يبقى ده تصحيح مين؟ تصحيح اللي هو إيه؟ الخطأ. يبقى الخطأ اللي عندي هنا إن أول خلية كان فيها 5 كروموسوم، التانية فيها كام؟ فيها 3 إيه؟ فيها 3 إيه؟ كروموسوم. ده الخطأ اللي عندنا. التصويب زي ما إحنا قلنا كل خلية هيكون فيها نص العدد اللي هي 4 كروموسوم و4 ايه؟ و4 كروموسوم. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه الغلط اللي عندنا وصلحناها. وطبعا اقول له في الحاله زي ديت اهو اللي هي ايه العباره ايه؟ اقول له العباره غلط طبعا زي ما احنا اتفقنا، لان هو بيقول لي غلط اصلا، وايه صلحناها وعرفنا عملناها ازاي. طبعا الاولانيه ديت اهو بيمثل لي اللي هي الخلايا الجنسيه اللي هو طلع ده، طب احنا عرفنا منين؟ علشان هنا حصل انقسام اختزالي. حصل انقسام ايه؟ اختزالي، يعني العدد نزل للنص، هنا كان فيه 8 اصبح هنا فيه كام؟ فيه 4، وهنا فيه كام؟ فيه 4. يبقى ال 8 اتقسمت على خليتين، كل خليه فيها كام؟ فيها ايه؟ فيها 4، طبعا دي بسميها ايه؟ اللي هي امشاج، يبقى دي بسميها ايه؟ امشاج، سواء مذكره او مؤنثه بقى ايه؟ على حسب نوع الكائن اللي هو عندنا. يبقى احنا كده خدنا السؤال رقم كام؟ رقم 3. نيجي بعد كده للسؤال رقم 4، بيقول لي الصبغ الجنسي واي ضروري لحياة الإنسان، ما مدى صحة العبارة مع التفسير؟ هل الكلام ده صح ولا غلط؟ هل واي ده مهم لحياة الإنسان ولا لأ؟ طبعا هقوله العبارة غلط، هقوله العبارة إيه؟ غلط. إحنا لسه واخدين دلوقتي المثال بتاع الإنسان، تمام؟ إحنا قلنا دلوقتي عندنا إن الأنثى عبارة عن إيه؟ نكتبها هنا، أنا عندي دلوقتي حاجة من الاتنين، قلنا عندنا يا ذكر يا أنثى. هو إمتى يكون ضروري الحياة؟ لو هو موجود عند الذكر والأنثى. طب نشوف كده الأول،
احنا قلنا الذكر عبارة عن كام؟ عبارة عن 44 اللي هو الجسدي زائد اللي هو الذكر اكس واي، تمام؟ ده فين؟ في الذكر. طب نيجي للأنثى، عبارة عن 44 زائد اكس اكس، دي اللي هي مين؟ الأنثى، وده الذكر. طب هنسأل نفسنا سؤال، دلوقتي عندنا اللي هو الواي اللي هو بيسألنا عليه، اللي هو بيقول لي ضروري الحياة موجود هنا، موجود عند مين؟ موجود عند الذكر. طب نيجي للأنثى كده، هل موجود عنده؟ مفيش هنا. ده هو لو كان ضروري الحياة كان لازم يكون موجود فين كمان؟ في الأنثى. يبقى أقول له طبعا العبارة ديت اللي هي قدامي عبارة غلط، خاطئة يعني، علشان عندنا زي ما احنا قلنا اللي هي الكروموسومات اللي هي الجنسية اللي هو بيمثل اللي هو الزوج ده، موجودة في مين؟ موجودة عند الذكر اللي هو الواي اهو، انما لا يوجد فين؟ لا يوجد عند مين؟ عند الانثى. وبالتالي هنا ده ليس ضروري ايه للحياه. هنيجي بعد كده، السؤال اللي بعد كده رقم خمسة بيقول لي هنا في السؤال، الشكل بيان المقابل يوضح عدد الكروموسومات في خليتين مختلفتين، داخلية وداخلية، في جسم ذكر إنسان بالغ، جسم ذكر إنسان بالغ، ماشي، ادرسه ثم أجب. الرقم الأولاني ده هو هنا قال لي فين خليتين دول موجودين في مين؟ خلي بالي، قال لي خليتين مختلفتين مش شكل بعض، وموجودين في مين؟ في جسم الذكر، جسم الذكر. طب عندنا الذكر حاجة من الاتنين، الذكر عندنا حاجة من الاتنين، يا إما في خلايا جسدية، يا إما في خلايا جنسية، تمام؟ يبقى الذكر عنده حاجة من الاتنين، يا عنده خلايا جسدية، ولو هي جسدية هيكون كام؟ 44 زائد اكس واي، يعني مجموعهم بيساوي كام؟ 46 كروموسوم، ده في مين؟ الخلايا الجسدية. طب لو هي خلايا جنسية هيكون احتمال من الاتنين، يا اما 22 زائد اكس، يا اما 22 زائد واي اللي هي الحيوانات المنوية، دي اسمها خلايا ايه؟ جنسية، ده او ده، تمام؟ طيب عاوز ايه هو بقى؟ نشوف هو عاوز ايه. بيقول لي أول حاجة، بيقول لي ما اسم الخلية سين، سين عندها اللي هي العدد الأقل. طب هنعرف العدد منين؟ نبص هنا على الرسم اللي قدامي، هنا مكتوب إيه؟ عدد الكروموسومات. طب هنا كام لحد كام؟ هنمشي كده معاها كده هيطلع كام؟ 23 كروموسوم، يبقى دول مجموعهم كام على بعض؟ 22 واحد هما تبقوا كام؟ 23، 22 واحد هما تبقوا كام؟ يبقوا 23. يبقى عندي هنا اسم الخلية سين، هقول له إيه؟ الخلية سين طبعا دي بتمثل لمين؟ زي ما احنا اتفقنا طبعا دي بتمثل قلنا ايه؟ اللي هو الحيوان مين؟ حيوان منوي، يبقى ده حيوان، يبقى سين ده حيوان ايه؟ حيوان منوي. طيب بقول لي ما عدد الكروموسومات الجسدية الموجودة بها؟ خلي بالي من السؤال، بقول لي ايه؟ عدد مين؟ اللي هي مين؟ الكروموسومات مين؟ الجسدية اللي هي موجودة فيها، الجسدية. طيب بص كده عشان ما نلخبطش نفسنا، هو العدد كله على بعضه كام؟ مش هما 23؟ اول رقم ده اسمها كروموسومات جسديه، يبقى ده اسمه ايه؟ كروموسومات جسديه. والرقم الثاني ده اسمها كروموسومات جنسيه، يبقى عندي هنا في الحيوان المنوي هنا في كام جسدي؟ ها 12، 22 قصدي، 22 بس ما اقولش زوج يبقى غلط، 22 بس يعني 11 زوج، تمام؟ وعندي كام جنسي؟ في واحد فقط اللي هو الاكس او مين؟ او اللي هو الواي. يبقى عندي هنا لما يقول لي ما عدد الكروموسومات الجسديه هقول له كام؟ هقول له 22، هقول له كام؟ 22. مع تفسير اجابتك طبعا احنا لسه ايه مفسرين الكلام ده. نيجي للسؤال الثاني، حدد التركيب الكروموسومي للخليه صاد، تركيب الكروموسومي للخليه مين؟ صاد، صاد عندها احنا اتفقنا صاد اللي هي عباره عن مين؟ خلايا جسديه. عرفنا منين؟ اهو نبص كده على الرقم اللي عندي هنا، هنا كام؟ 46، يبقى عدد الكروموسومات في كام هنا؟ 46 كروموسوم، يبقى معنى كده دي عباره عن ايه؟ خليه ايه؟ خليه جسديه. طب هنا بيقول لي عاوز ايه؟ بيقول لي حدد التركيب الكروموسومي للخليه صاد، ما احنا لسه كاتبينه فوق اهو، تمام؟ ما هو ده التركيب الكروموسومي، يبقى اقول له 44 اللي هو الجسدي
زائد اللي هما الجنس اللي هو اكس واي، علشان اللي قدامي ده بيمثل مين؟ بيمثل ذكر. يبقى ده عبارة عن ايه؟ خلية جسدية. هنيجي للسؤال رقم 6. بيقول لي الشكل المقابل يعبر عن بعض أسس النظرية الكروموسومية التي وضعها ساتون وبوفري، وضح هذه الأسس. هنبص كده ونمشي مع الأسهم. أنا عندي دي عبارة عن خلية فيها كام كروموسوم؟ أدي 1 2 3 4 5 6، وديت نفس الكلام أدي 2 4 6. طب الخلية ديت أنا إدتني هنا 3 والخلية دي إدتني 3، معنى كده حصل انقسام إيه؟ انقسام اختزالي. يبقى حصل هنا انقسام مين؟ اللي هو اختزالي، أو بسميه اللي هو الميوزي. انقسام ميوزي. انقسام إيه؟ ميوزي. ميوزي يعني إدانا إيه؟ نص الكروموسومات اللي هي موجودة قدامنا، اللي أنا بسميها الأمشاج. طب ده هنفترض إن هو مشيج مذكر، مشيج مذكر، وهنفترض ده مشيج مؤنث. اندمجوا مع بعض، كون لي هنا رجع العدد مرة تانية اللي هو كان موجود هنا، اللي هما كانوا كام؟ 6 كروموسوم. يبقى ديت فيها 6 كروموسوم، ديت فيها 6 كروموسوم. حصل انقسام ميوزي، ادانا نص العدد، هنا فيه 3 كروموسوم، وهنا فيه كام؟ 3 كروموسوم. هنفترض ده مشيج مذكر، هنفترض ده مشيج ايه؟ مؤنث. العدد هنا رجع كام؟ ادي 2 4 ادي 6، يعني رجع 6 كروموسوم مرة تانية. يعني معنى كده العملية دي اسمها عملية مين؟ عملية اخصاب. عملية ايه؟ عملية اللي هي ايه؟ اخصاب. يبقى عندي هنا أول مرحلة حصل انفصال لمين؟ للكروموسومات. حصل انفصال لإيه؟ للكروموسومات، وادانا مجموعتين، والمجموعتين شكل بعض زي ما احنا قلنا، اللي احنا سميناهم ايه؟ امشاج. حصل بعد كده عمليه مين؟ عمليه اخصاب. ارجع العدد مره ثانيه لايه؟ اللي هو الخليه ايه؟ الاصليه، اللي هو العدد الزوجي اللي هو كان موجود في اللي هو البدايه. طبعا ده بيمثل اللي هو عندي ده، ده 2 نون، ده 2 نون، ده بيمثل لي نون، ده بيمثل ايه؟ نون. العدد ده رجع مره ثانيه اصبح كام؟ 2 نون مره ثانيه. يا رب يكون فهمنا السؤال. هنيجي بعد كده، هنيجي للسؤال رقم 7. بيقول لي علل يرمز للخلية الجسدية بالرمز 2N بينما يرمز للمشيج بالرمز N. ليه الخلية الجسدية بسميها 2N اللي هي اللي قدامي دي مثلا، وليه المشيج اللي هو قدامي ده بسميه N؟ طيب نيجي أول حاجة اللي هي الخلية الجسدية. لو أنا خدت كمثال كده اللي هي الأنثى في الإنسان، الأنثى عبارة عن كام؟ 44 زائد XX، صح؟ طيب هم ال 44 كروموسوم دول جم ازاي؟ نصهم اللي هم 22 كروموسوم جم من اللي هو الذكر. يعني لو انا عملتها مره كده في ورقه، احنا اتفقنا دلوقتي عندنا، احنا اتفقنا المثال اللي لسه قايلين عليه من الاول، كان اول سؤال عندنا، احنا اتفقنا دلوقتي عندنا الانثى عندها كام؟ عندها 22 زائد مين؟ زائد اكس. 22 زائد اكس دي اللي هي مين؟ اللي هي البويضة. لما يحصل إخصاب وتندمج مع الـ 22 زائد إكس، ودول اللي هو عبارة عن الحيوان المنوي، إحنا قلنا الحيوان المنوي حاجة من الاتنين، يا 22 زائد إكس يا 22 زائد مين؟ زائد واي. هنفترض إن هو الحيوان المنوي ده، يبقى ده مع ده هيديني كام؟ نجمع كده 22 و22 يبقى كام؟ 44 زائد إكس وإكس يبقى 2 إكس. طلع مين؟ اللي هو الفرد مين؟ اللي هو المؤنث اللي هي الأنثى، تمام؟ الكلام ده لو هو المولود إيه؟ بنت. يبقى عندي هنا الـ 44 لما أجي أبص لهم دولت اللي هو العدد الزوجي، هما جم منين؟ نصهم 22 جم منين؟ من البويضة اللي هي الأنثى، والـ 22 التانيين جم منين؟ من الحيوان المنوي اللي هو مين؟ اللي هو الرجل، تمام؟ نفس الكلام الكروموسومات الجنسية، نصهم جه منين؟ من البويضة اللي هي الفرد الأنثى، والنص التاني جه منين؟ من اللي هو الفرد المذكر اللي هو مين؟ اللي هو الرجل. طب هنفترض إن عندنا البويضة 22 زائد إكس، طبعا دي متتغيرش، زائد الحيوان المنوي اللي هو التاني بقى، اللي هو عندنا مين؟ 22 زائد مين؟ زائد واي. الاحتمال التاني 22 زائد واي، نفترض الاحتمال ده، نجمع كده مع بعض، احنا قلنا ديت اللي هي الأنثى اللي هي البويضة، تمام؟ بويضة الأنثى، وديت اللي هو إيه؟ الحيوان المنوي. هنجمع 22 و22 يديني كام؟ 44 زائد إكس مين؟ إكس واي، وفي الحالة دي هيكون المولود إيه؟ ذكر. نفس القصة برضك، عندي الـ 44 دول جم منين؟ نصهم جم من الأنثى، ونصهم جم منين؟ من اللي هو إيه؟ الذكر. الإكس ده
الاكس ده جه منين؟ من الانثى. والواي ده جه منين؟ جه من اللي هو الذكر. يبقى هنا خلاصة الكلام، انا عندي دايما اللي هي الخلايا اللي هي الثنائية اللي هي قدامي دي بس طبعا بسميها 2N، تمام؟ واي واحدة من دي بسميها ايه؟ بسميها N بالنسبة لنا، لانها اعداد فردية. طبعا ده 23 كروموسوم، ده 23 كروموسوم، انما ده كام؟ 46 ايه؟ كروموسوم. طيب يبقى عندي هنا المشيج دايما، ده اسمه مشيج مذكر، ده اسمه مشيج مؤنث. مشيج مذكر، مشيج مؤنث. دايما المشيج، دايما المشيج بيحتوي على مجموعة واحدة منين؟ من الكروموسومات، يعني هي نص المادة الوراثية لأنه 23، تمام؟ ده نفس الكلام. إنما عند اللي هو 2N ده اللي هو قلنا بيحتوي على إيه؟ على أزواج، وقلنا النص جاي من الفرد مذكر والنص التاني منين؟ من الفرد إيه؟ اللي هو إيه؟ المؤنث. هنيجي بعد كده للسؤال رقم، السؤال رقم 8. يا رب تكونوا متابعين معايا كده وفاهمين اللي احنا بنقوله. 8 بيقول لي تتكون الأمشاج في الكائنات الحية غالبا من الانقسام الميتوزي. الأمشاج بالانقسام الميتوزي، ما مدى صحة العبارة مع التفسير؟ طبعا الكلام ده غلط، ما احنا لسه قايلين، احنا لسه قايلين إن عندنا، قلنا عندنا الأنثى الخلايا بتاعتها في المناسل، يعني نعرف يعني بعد كده يعني إيه مناسل ديت. 44 زائد اكس اكس بيحصل انقسام، قلنا انقسام ايه؟ ميوزي، ميوزي وليس ميتوزي، هيديني نص الماده الوراثيه، يعني 22 زائد مين؟ زائد اكس. في الذكر قلنا 44 زائد اكس واي يدينا 22 زائد اكس، او 22 زائد مين؟ زائد واي. ده اسمه انقسام مين؟ انقسام ميوزي يا جماعه، انقسام ميوزي وليس ميتوزي. يبقى اقول له العباره غلط، تمام؟ يبقى العبارة ديت اللي هي قدامي ديت غلط زي ما احنا اتفقنا، وتفسيرها زي ما احنا ايه لسه قايلين. هنيجي بعد كده للسؤال رقم 9. السؤال رقم 9 بيقول لي في شكلين التاليين، هنا مدينا رسمتين حلوين اهمت، عاوز ايه؟ طيب هو نشوف كده، عاوز ايه؟ الصورة كده واضحة، ماشي. بيقول لي أي من الطرزين الكروموسوميين يمثل خلايا جسدية؟ مين اللي هيمثل خلايا جسدية؟ إحنا قلنا بمنتهى البساطة، عندي رسم وعندي رسم، ده طرز وده طرز. مين الخلايا الجسدية؟ هبص على اللي هما أزواج، كل اتنين مع بعضهم، تمام؟ إنما هنا كل واحد لوحده، يبقى ده خلايا جسدية، ده خلايا إيه؟ جنسية. يبقى الخلايا الجسدية اللي هو رقم كام؟ رقم واحد. وأيهما يمثل خلايا جنسية اللي هو مين؟ رقم كام؟ رقم اتنين. ولماذا؟ عشان هنا قلنا كروموسومات موجودة في أعداد زوجية، تمام؟ في أزواج يعني، إنما هنا في أعداد إيه؟ مفردة. السؤال الثاني، هل الطرز الكروموسومي رقم واحد اللي هو ده يمثل خلية لذكر أم خلية الأنثى وليه؟ يا ترى ده ذكر ولا أنثى؟ هنعمل إيه عشان نعرف؟ هنبص على آخر زوج أهو اللي هو الجنسي، هنا الاتنين شكل بعض، يبقى إذن ده بيمثل مين؟ بيمثل أنثى. ليه؟ هقول له لأن الكروموسومات الجنسية مالها؟ متماثلة. يعني ايه متماثلة؟ يعني الاتنين شكل بعض، الاتنين اسمهم اكس، الاتنين قد بعض، تمام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ كروموسوم مين اللي هو ايه؟ متماثل. يبقى عندي الزوج اللي هو الاخير ده ماله؟ اللي هو الزوج الجنسي متماثل شكل بعضه. رقم 3، كم عدد الكروموسومات الجسدية، كم عدد الكروموسومات الجسدية وكم عدد الكروموسومات الجنسية في كل من الطرزين واحد واثنين؟ ده عاوز هنا وعاوز هنا، بس ايه؟ كروموسومات مين؟ جسدية. وكروموسومات مين؟ الجنسية. يبقى هناخد واحد واحد كده. بص هنعملها ازاي، بص هنعملها ازاي يا شباب. هنعد كده لقدامي. هو هنا طبعا ما قاليش انسان، هو قال خلية انثى، يبقى اذا بنتكلم على الانسان، واحنا قلنا دي انثى يبقى 23 على طول. طيب الاولانية دي احنا اتفقنا خلايا ايه؟ خلايا جسدية. الخلايا الجسدية هيكون عدد الكروموسومات الجسدية، الخلايا الجسدية الأول اللي هي 44 زائد اكس اكس، دي اسمها خلايا ايه؟ خلايا جسدية. طب هو بيسألنا على مين دلوقتي؟ بيسألنا على عدد الكروموسومات الجسدية. طب الكروموسومات الجسدية فين؟ كلها على بعضها ولا الرقم الأولاني بس؟ لا الأولاني بس. يبقى عندي هنا اللي هي عدد الكروموسومات الجسدية هقول له كام؟ 22 زوج، 22 زوج، دي اللي هي مين؟ كروموسومات جسدية، تمام؟ اللي هو بيسألنا عليه جبناها منين؟
هي أصلا توزيعها عبارة عن 44 زائد إكس إكس. طب الحتة دي لو إحنا مش عارفينها وعشان ما نكعبلش نفسنا نعمل إيه؟ الأورين كل ده كده اسمها جسدية، كل ده كده أهو، يبقى كل اللي قدامي ده كده اسمها كروموسومات مين؟ جسدية، ما عدا ده جنسي، يبقى كل ده كده أهو اسمها إيه؟ كروموسومات إيه؟ جسدية، والأخراني ده لوحده اسمها إيه؟ جنسي. الجنس كام؟ زوج واحد اهمت، اللي احنا كاتبينه تحت هنا اهو اللي هو اكس اكس، تمام؟ ولو احنا عدينا دولت هيطلعوا كام؟ هيطلعوا اللي هم 22 زوج. 22 زوج يعني كام؟ يعني 44 كروموسوم، يبقوا كام؟ 44، او بسميهم 22 زوج، اللي يعجبك الاتنين صح. طب نيجي للتاني كده، احنا عاوزين برضك نجيب اللي هي وكم عدد الكروموسومات الجنسيه، هو عاوز الاتنين جسديه وجنسيه. هو هنا طبعا احنا قلنا جسدي كام؟ 22 زوج. طب الجنس كام؟ اقول له زوج واحد. دي كده في رقم كام؟ في رقم اول رسمة. طب ناخد الرسمة التانية كده، انا عندي هنا كلهم على بعضهم كام؟ كلهم 23، كلهم على بعض 23 كروموسوم، تمام؟ 23 كروموسوم. ال 23 كروموسوم دول هتوزعهم ازاي؟ برضك نفس القصة، كل الاولين دول كده اللي هم 22 دول كده بسمها ايه؟ جسدية، وده لوحده اسمه ايه؟ جنسي. يبقى عندي اكتبها كده اهو، يبقى اقول له 22 زائد اكس. 22 زائد مين؟ زائد اكس. ال 22 ديت اللي هي مين؟ اللي هي جسديه. يبقى عندي هنا كروموسومات الجسديه اقول له كام؟ 22 كروموسوم، تمام؟ انما اللي هي الكروموسومات اللي هي الجنسيه هقول له كام؟ هقول له كروموسوم واحد. يا رب يكون فهمنا. لو لقيت في تفاعل كده ان شاء الله هبقى اكمل معاكم اسئله اللي هي المقالة كده. لو انتم مش عاوزين برضه قولوا لي نكتفي ايه بالاسئله التانيه، وهي ما ننساش نعمل لايك وما تنسونوش كده بدعوه جميله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.